السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم حريشات في الفران بالياغورت، زوينين سهلين في المتناول، يعني ماهم شي تعقيدات وكيجيو زوينين. هنا في المكونات عندي علبه ديال الياغورت بالفانيلا العاديه يعني اللي كيكون عاقد، عندي نص كاس ديال العنبه ديال جوز الهند الكوك، نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، عندي بيضه وحده، معلقه كبيره ديال الزبيب او العنب المجفف، هنا عندي فاني 7.5 غرام، 8 غرام ديال خميره الحلويات. وكما شفتوا هنايا غادي نحتاج واحد الكميه ديال السميده ديال الحرشه، غادي نعبرها لكم حتى هي بالكاس ديال العنبه. هنا درت البيضه ونص كاس العنبه ديال السكر سنيده، غنضيف معها هاد خنيشه ديال الفانيلا. تقدروا ديروا هذا القشور ديال الحامض كيتواسى مع الكوك او ديال البرتقال او اي مكان عندكم بغيتو تضيفوها ضيفوها، انا خلي غير الفاني والمكان ديال الكوك راه غادي تجي زوين. دابا غنضيف نص كاس العنبه ديال الزيت، كما شفتوا هاد الحريشات راه ما درتش فيهم الحليب. هنا ضفت علبه ديال الياغورت فيها 110 غرام بالنكهه ديال الفاني. هنا ضفت نص كاس ديال العنبه ديال الكوك يعني جوز الهند، درت غير نص كاس. شفتوا درت الزبيب وضعت 8 غرام ديال خميره الحلويات، وغادي نضيف الكاس الاول ديال السميده. هنا غنضيف من الكاس الثاني ديال السميده، ديما السميده تخليوها هي التاليه لان كتبقى على حسب واش كتشرب بزاف، كتضيفوا شويه بشويه. صافي هنا كملت الكاس الثاني يعني جوج كيسان ديال العنبه. صافي البنات كما شفتوا غادي نغطيها وغادي نخليها شي شويه تشرب على حسب، غير تقلبوها تبان لكم صافي شدات راسها وكتكور بسهوله. صافي ديك الساعه كتبداو ديروا الفران ديالكم يسخن وكتوجدوها هي في اللاطه ديالكم. صافي البنات بعد ما كدوز تقريبا واحد 10 دقائق كتبدا صافي تشد راسها، غادي نبدا نكورها. بالنسبه للوجه ديالها انا غندير فيها شويه ديال الكوك وشويه ديال لوز ايفيلي، تقدروا ديروا الكوك وديروا السميده معاه او السميده بوحدها والكوك بوحدو. بالنسبه للوز ضروري يكون معاه شي حاجه هكا باش من التحت هو يتلبس مزيان بالكوك باش ما يلصقش. صافي كنحاول نضغط عليها غير هكا باش هاد اللوز كيشد فيها مزيان. صافي كنحطهم في اللاطا وضروري نبعدهم شي شويه، والفران كما قلت لكم غنسخنوا على 180 درجه، غادي نطيبهم من الفوق هو الاول حتى كيتشقوا، عاد ديك الساعه كنطيبهم من التحت او تقدروا تشعلوه فوق وتحت وتوضعوها الوسط اللي بغيتوا. صافي البنات من بعد ما شكلتهم كما شفتوا دابا غادي ندخلهم يطيبوا كما قلت لكم وشعل عليهم الفوق حتى كيتشقوا، وديك الساعه كنهبطهم يطيبوا من التحت. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا، كيجيو بهذا الشكل هذا ثم كما شفتوا كيتشقوا مزيان وكيجيو زوينين، حتى الشكل ديال لوز ايفيلي كيعطيهم واحد الاضافه. الكميه اللي جاتني انا جاوني 15 حبه من هذا الحجم هذا، يعني بيضه وحده وجوج كيسان ديال السميد،
كيعطيكم 15 حريشه هكا في هذا الحجم، راه كيجيو كبابرين. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم لان ساهلين بزاف. غنقسم معكم تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل ديالو. غنقسم معكم هاد الحبات تشوفوا كيفاش كتجي. ها نتوما رطبه بزاف وهشيشه والمذاق ديالها زوين بداك الكوك وبالياغورت ودوك الطريفات ديال الزبيب اختياريين، بغيتو تضيفوهم ضيفوهم، ما بغيتوهمش بلاش، غير هما كيعطيو واحد النكهه زوينه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الحريشه ونشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم.